المنتخب المصري بيفوز على ملاوي برباعية في نهار رمضان. منتخب مصر بيتصدر المجموعة ويحتاج إلى نقطة واحدة للصعود إلى أمم أفريقيا. المنتخب المصري بيحقق أرقام قياسية في عهد فيتوريا، أرقام أول مرة هتسمعها في الحلقة دي. وفخ سيف زاهر للمدير الفني لصن داونز والمقارنة بين عهد موسيماني وعهد كولر مع النادي الأهلي وأزمة الزمالك في الدكر. هي ايه أزمة الدكر اللي ظهرت فجأة على الساحة الرياضية الزملكاوية؟ وهنعرف يعني ايه أزمة الدكر الزملكاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وإخواتي ومتابعين ومشاهدينا وأفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الأسرة الكريمة، وإحنا في شهر الخير، يعني خليك فاعل خير واعمل لايك واعمل شير، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندين. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، النهاردة المنتخب المصري فرح كل الشعب المصري. المنتخب المصري بيفوز على ملاوي برباعية نظيفة في نهار رمضان بأداء جيد وبنتيجة محترمة ترجع الثقة من تاني للشعب المصري في أداء المنتخب المصري. المنتخب المصري اللي كان عليه كمية انتقادات شديدة بعد الهزيمة من أثيوبيا بهدفين دون مقابل على ملعب محايد، وبعد الهزيمة من كوريا الجنوبية برباعية، ليأتي فيتوريا ليصحح ما أفسده الآخرون. فيتوريا بيصل إلى النقطة التاسعة بعد الفوز على ملاوي، وبعد الفوز على الملاوي في ماتش العودة في ملاوي برباعية في نتيجة محترمة زي ما قلنا. والاول مرة طارق حامد بيحرز هدف صاروخي، ومحمد صلاح النجم المصري بيتألق كالعادة ويحرز الهدف رقم 51. زي ما قلت لحضرتك هتسمعوا ارقام النهاردة اول مرة تسمعوه. محمد صلاح بيحرز الرقم 51 في تاريخه الدولي. محمد صلاح بيعني الرقم ده بيزيده فخر كمان، لانه يعني من انجاز لانجاز كل يوم محمد صلاح بيثبت انه بيعمل من اجل المنتخب المصري. المنتخب المصري احرز 14 هدف مع فيتوريا، 14 هدف بالتمام والكمال احرزهم المنتخب المصري من ساعة ما فيتوريا ما تولى مهمة تدريب المنتخب المصري. 12 هدف للمحترفين، المحترفين المصريين احرزوا 12 هدف، وهدفين اتنين للاعيبه المحليين مع المنتخب المصري في عهد فيتوريا. طب مين الاتنين اللاعيبه المحليين اللي احرزوا اهداف؟ محمد عبد المنعم مساك المنتخب المصري والمساك الاساسي للنادي الاهلي احرز هدف من راسيه، وكمان احمد سيد زيزو احسن لاعب في مصر ونجم نادي الزمالك هدفه النهارده هو الهدف الثاني بالنسبة للعيبة المحليين مع المنتخب المصري في عهد فيتوريا. فيتوريا ماشي بصورة كويسة وأداء محترم، وبصراحة بيعجبني نقطة التكتيك اللي بيعملها فيتوريا وهي اللامركزية في الأداء، يعني بنلاقي محمد صلاح مش ملتزم بمكانه في الجهة اليمنى فقط، بل بيخش للعمق ويفتح المجال لبعض اللعيبة، وعشان كده بنلاقي في عملية تخلخل لدفاعات الخصم، وده اللي أدى إن النهاردة قدرنا نحرز 4 أهداف. ألف مليون مبروك للشعب المصري، ويا رب دايما في انتصار، ويا رب ارفع اسم مصر عاليا وعاليا دائما وأبدا. نخش بقى في موضوعنا الثاني، سيف زاهر. سيف زاهر كان عامل فخ لمدرب او المدير الفني لصن داونز اللي بدأ يسأله عن أداء المنتخب
أنا آسف منتخب إيه؟ عن فريق صن داونز أمام نادي الهلال السوداني، ورد المدير الفني بمنتهى الواقعية والمنطقية وقال إن إحنا كنا محتاجين نقطة التعادل دي عشان نضمن صدارة المجموعة، وأنا مش شايف أي داعي للأفورة في الكلام اللي بيحصل في الإعلام المصري، إحنا لا كنا هنسيب المباراة ولا حتى كنا محتاجين كلمة شكر عشان تعادلنا مع الهلال السوداني. احنا بنعمل لمصلحة فريقنا، واحنا ما عندناش مشكلة اطلاقا على مقابلة النادي الاهلي، فكنا عايزين نسيب المباراة زي ما تداول في الاعلام المصري عشان نقص النادي الاهلي. انا لسه كسبان الاهلي بخماسية، وعادي جدا ان انا اقابل الاهلي تاني. ورجع سيف زاهر وساله طب ايه رايك في الاهلي في عهد موسيماني وفي عهد كولر، وايه الفرق ما بين الاثنين، وطبعا انت متاكد وشايف بعينك ان الاداء مع كولر افضل من موسيماني. رد المدير الفني وقال له ان موسيماني مدير فني كبير وحقق انجازات وارقام قياسيه مع النادي الاهلي، فصعب ان انت تعمل مقارنه ما بين موسيماني وما بين كولر، كل واحد فيهم له انجازاته وكل مدير فني فيهم له شغله الجيد والعمل الدؤوب اللي بيعمله داخل النادي الاهلي. انت عايز ايه يا سيف؟ اهدى يا سيف، ويا رب الاعلام المصري يهدى شويه. نخش بقى على الازمه، ازمه الزمالك في الدكر. يعني ايه ازمه الزمالك في الدكر ده يا عم افندينا؟ في الفتره الاخيره ظهر مصطلح جديد كده على الإعلام الزملكاوي وعلى بعض المنتميين لنادي الزمالك، وهي كلمة الدكر. نادي الزمالك عايز رئيس دكر، نادي الزمالك عايز مدير فني دكر، أحمد حسام ميدو يطلع ويتغنى رئيسنا رئيس دكر، محتاجين إنه يجيب مدير فني دكر، عايزين لعيب دكر في الملعب. يعني إيه لعيب دكر ورئيس نادي يكون دكر ومدير فني دكر؟ هي عشة بط يا اخوانا، يا جدعان عيب اختشوا، ما ينفعش الكلام ده. ويعني ايه الزمالك محتاج دكر؟ ما ينفعش نقول مثلا ان الزمالك محتاج رئيس يكون قوي الشخصية، مدير فني يكون حازم، لعيب يكون على قدر المسؤولية، يعرف قيمة الجمهور وقيمة التيشيرت الملكي. انما كلمة الزمالك محتاج دكر ده مصطلح غريب على الكرة المصرية، وبصراحة أنا شايفه أنه مصطلح غبي. يعني إيه تقارن رئيس نادي بالدكر؟ يعني إيه؟ يعني هل اللي كان قبل كده ما كانش دكر؟ يعني رئيس النادي الزمالك السابق ما كانش دكر؟ المدير الفني السابق للزمالك ما كانش دكر؟ ايه حكايتكم وايه اللي بتقولوه ده؟ يا ريت نركز في تصريحاتنا شويه، لان كلامكم بيدعي الى السخريه من نادي الزمالك، واحنا كجمهور نادي الزمالك تعبنا من كلامكم. يا ريت تنطقم الفاظكم وتنطقم كلامكم وحتى اختياراتكم للمصطلحات اللي تدل على ان الزمالك رئيسه شجاع او رئيسه قوي، ما تبقاش بكلمه الدكر. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ما لعب